اليوم راح نكمل حكينا المره الماضيه عن السنجل فيز انفرتر، راح نحكي اليوم عن ثري فيز انفرترز. بالثري فيز انفرترز كم ار راح يصير عندي؟ كم ار كان عندي بالسنجل فيز انفرتر؟ ثلاثه. مش هيك بتذكروا الان؟ اذا عندي هون بالسنجل فيز انفرترز كان عندي 2 ارز، لو كان اي جي بي تيز هون عندي هون هاي ار 3 arms مش 6 IGBTs أو 3 arms. و 3 arms هو التعبير اللي يستعمل في السيم باور سيستمز. تستعمل السيم باور سيستمز راح تلاقي نفس التعبير نفس الترمينولوجي مستخدمة. هون عندنا الثاني تاني سويتشينج اوف. هون ما في عندي مشكله بس بشيء بس اعمل اوف للسيجنال اللي موجوده هون راح يعمل سويتشينج اوف للاي جي بي تي. الاس سي ار بدي استنى لحد ما الكرنت ينزل لزيرو. هذه راح اسميها في دي سي وهذه راح اسميها في دي سي. اذا عندي الفولتج ايش على النقطه هاي راح يكون بالنسبه لان اذا هذه هي الريفرنس شو راح تكون النقطه هاي؟ إذا هاي النقطة اعتبرتها زيرو أو ريفرنس، هاي النقطة راح تكون أعلى ولا أخفض من N؟ أخفض بقديش؟ 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 إذا هاي النقطة راح تكون ماينس في دي سي، هاي النقطة قديش راح تكون بلس في دي سي. ومتذكرين هذا السيكونس أوف أوبريشن اللي هو 1 2 3 4 5 6 إجا من الثري فيز لما رسمناها وجدنا إنه البوزيتيف تبع الآر بيجي بالأول، النيجاتيف تبع التي بيجي بعدين، البوزيتيف تبع الإس بيجي بعدين، النيجاتيف تبع الآر وهكذا. إذا رسمت الثري فيز ورسم الثري فيز وتطلع على البوزيتيف سايد والنيجاتيف سايد راح يطلع معك نفس هذا السيكونس اللي هو على فرض طبعاً إنه آر ليدنج إس باي 120 ديجريز وإس ليدنج تي باي 120 ديجريز. اذا هدفي الان اطلع 3 فيز ويف فورم. هلا اذا الفايرنج راح اعمل كوندكشن بالحاله هاي راح اعمل كوندكشن 180 ديجريز كوندكشن اوف ايتش سويتش او اي جي بي تي فور 180 ديجريز. كان ممكن يكون في حالات 120 ديجريز وراح نشوف لاني معنى كوندكشن اوف 180 ديجريز في اي لحظه يكون عندي 3 ترانزستورز كوندكتنج. في اي لحظه راح يكون ثلاثه من هذول كونتاكتنج. اذا 3
switches conducting at any point. إذا ثلاث switches أو ثلاث IGBTs راح يكونوا conducting في أي لحظة، في أي لحظة لازم يكون ثلاثة من هذول، لأن الكوندكشن هون لمدة 180 درجة. لو طلعت في أي لحظة من اللحظات على الـ IGBTs الموجودين هون راح ألاقي إنه ثلاثة منهم conducting في أي لحظة من اللحظة. عندي هذا اللود، إذا هاي نقطة R راح أشبكها بـ R الموجودة هون، S راح أشبكها بـ S الموجودة هون، و T راح أشبكها بـ T الموجودة هون، وهدفي الآن أطلع V R S بدي أطلع الـ waveform تبعته، وبدي أطلع I هذا المطلوب. طبعا إذا طلعت I R أنا طلعت I S و I T، إيش راح يكون الاختلاف بينهم الوحيد؟ إذا طلعت I R شو الاختلاف بين I R و I S وبين I S و I T؟ بيساوي إيه، بس الاختلاف الوحيد بينهم إيش راح يكون؟ شو راح يكون الاختلاف بين V R S و V S T؟ لما اخلص هون ايش الزاويه راح تكون؟ في شيء 120 درجه راح يطلع عندي بينهم، هذا 3 فيز، انا بدي اعمل جنريشن ل 3 فيز هون، فالمفروض شغلي مضبوط. شو تكون الزاويه بين في ار اس وفي اس تي؟ 120، وبين في اس تي وفي تي ار 120. شو راح تكون الزاويه بين اي ار واي اس واي تي؟ 120 120، نفس الشيء. اذا حتى اعمل كوندكشن خلينا نستعمل لون ثاني اول شيء للكوندكشن تبع الترانزستورز. هذا طبعا الكوندكشن انا راح احطه بس اون اوف 1 و 0 بس حتى اعرف انه هو كوندكتيف ولا لا. فهذا هو لو اخذنا رقم واحد، احنا قلنا كوندكشن لمده 180 درجه، وهي راح اعتبرها انها 0، راح يكون كوندكتيف لمده 60 120 180، بعدين اوف لثلاثه، بعدين اون لثلاثه، بعدين اوف لثلاثه، كل مربع هون انا باخذه 60 درجه. اذا هذا هو ستيتس تبع اي اون اوف، يعني بس هذه هون، هي هون اون، وين هاي النقطه راح تكون اوف. طيب تي بار شو راح يكون بالنسبه لار؟ قديش العلاقه راح تكون الزمنيه ما بين تي بار وار؟ 240 هذه بين ار وتي، بين ار وتي بار. اتذكروا من هون لو عندي ار هيك، لو هذه ار وهاي اس وهذه تي، وين تي بار صارت؟ هاي اذا تي بار متاخر عن ار بقديش؟ 60 درجه. 1 2 3 4 5 6 حتى يكون 360 درجه على 6 قديش لازم يكون بينه وبين الواحد والثاني؟ 60 درجه. اذا تي راح تتاخر عن ار ب 60 درجه. هاي هون ار بدات من هون، اذا تي بار راح تكون 60 120 150. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. إذن هاي نفس الشيء بالنسبة لتي بار. ناخذ اس، اس راح تتأخر عن ار بمقدار قديش؟ اس عن ار 120 درجة. إذا عندي هاي 60 و60، هاي 120، 1 2 3 1 2 3. طيب ار بار، ايش علاقة ار بار في ار؟ 120. لا ار وار بار 180 لانه عكسه، مش هيك؟ الار والار بار عكسه، فرح يتاخر عنه 180، فلما يكون هذا اون رح يكون هذا اوف، اصلا ما بصيرش ار وار بار يكونوا شغالين بنفس الوقت، ليش؟ ليش ايش المشكلة اني اشغل ار وار بار بنفس الوقت؟ ما بقدر، لانه شورت سيركت على السبلاي. فلما يطفي ار بيشتغل ار بار، فار بار بيشتغل هون 1 2 3، ويطفي لما ار صار 1 ار بار اوف. واحد اثنين ثلاثة. طيب بالنسبة لتي شو العلاقة بين تي؟ هلا على فكرة كل واحد راح يتأخر عن اللي فوق قديش؟ هذول ايش اللي بنلاحظه على قديش بين هذول؟ 60 60 60 60 60. إذا تي، وممكن طريقة ثانية أفكر فيها، تي وتي بار ايش العلاقة بينهم؟ ما بصيرش تي وتي بار يكونوا مشتغلين بنفس الوقت، مش هيك؟ اذا طفى تي لازم يشتغل. اذا هون تي كان 1 لازم يكون تي بار اوف، بس هون بيكون شغال، وبعدين بضل طافي طول ما تي اون، بعدين بيشتغل 1 2 3 1 2 3 1 2 3.
ثلاثه، ولاحظوا انه تي وتي بار عكس بعض. اخر شيء اس بار رح تكون عكس اس، هي اس هون هون، اذا اس بار رح تكون هون هين، واحد اثنين ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه، اذا هي يعني هي ستيتس تبع كل هدول. اذا بدكم نقدر نحط الان هون نكتب بين قوسين لكل 60 درجه الستيتس تبع مين السويتشز الكوندكتر. ها يعني رح انزل انا خط هذا من هون هيك وهيك وهيك، هذا قديش كم درجه كل واحده من الشقات هذول؟ 60. تمام، اذا خلينا نطلع على اول 60 درجه مين شغال عندي فيها؟ اللي بيكون هاي بيكون اون، مش هيك؟ اذا واحد شغال هذا طافي وطافي وطافي، مين هذا؟ هذا شغال واحد وخمسه وسته، مش هيك؟ وشوفوا ايش راح اعمل، راح احط اللي فوق راح احطه فوق شوي من اللي تحت، فواحد وخمسه وسته، فراح احط واحد خمسه وتحتهم السته. واحد خمسه وتحتهم السته، قادرين تقراوها شايفينها واحد خمسه وسته؟ تمام، ناخذ اللي بعده، مين هلا شغال؟ طفى خمسه، مين اشتغل محله؟ اثنين، بس اثنين وينها موجوده؟ اثنين وسته، صار عندي واحد واثنين وسته، اذا واحد فوق واثنين وسته تحت. ناخذ اللي بعده. واحد وثلاثة. هلا صار عندي هون بهذا عندي واحد واثنين وثلاثة، طفوا هذول الثلاثة، واحد واثنين وثلاثة، بس واحد وثلاثة فوق واثنين تحت، إذا واحد وثلاثة فوق واثنين تحت. الستين درجة اللي بعدها طفوا واحد، ضل عندي اثنين وثلاثة وإجا محلهم أربعة، اثنين وثلاثة وأربعة، ثلاثة فوق اثنين واربعة تحت، إذا بنحط ثلاثة فوق واثنين واربعة تحت، بعدين عندي واحد اوف واثنين اوف، عندي ثلاثة واربعة وخمسة، ثلاثة وخمسة فوق واربعة تحت، ثلاثة وخمسة فوق واربعة تحت، بعدين عندي هذا اوف اوف اوف، عندي صار اربعة وخمسة وستة، اربعة وستة تحت، اربعة وستة تحت خمسة فوق، إذا خمسة فوق وأربعة وستة تحت، وبعدين عندي آخر شيء برجع إيش بصير هلا عندي؟ واحد خمسة وستة اللي هي نفسها، راح أحط بس أول واحدة اللي هي واحد وخمسة وستة، وبعدين خلص بتكرر نفس الشيء. ماشي أوكي، إذا هذول كلهم اللي عندي هون. هلا أول شيء بدي أحسبه، بدي أحسب في آر إن، في ار ان، يعني بدي اشوف ايش الفولتج على ار بالنسبه لمين، مش بالنسبه لسي، بالنسبه لان. ايش راح تكون حاله ار مثلا لما هذا السويتش يكون مسكر؟ قديش راح يكون الفولتج على ار بالنسبه لان؟ في دي سي. تمام، ممتاز. ولما يكون اربعه شغال وواحد طافي، قديش راح تكون في ار بالنسبه لان؟ ماينس في دي سي. اذا كل اللي بدي اعمله الان، اذا ار اون، إذا واحد اون بتكون بلس في دي سي، وإذا ار وإذا ار بار اون بتكون ماينس في دي سي. خلينا نحطها بلون ثاني. إذا هون مثلا خليني آخذ في ار ان، راح أحط لها مساحة هاي من هون، وخلينا نحطها بالنص. بدي اخذ الان في ار ان، لاحظوا في ار بالنسبه لان مش بالنسبه لسي، رح نحسب بعدين بالنسبه لسي، بس هلا بالنسبه لان. اذا في ار ان لما تكون ار اون، هذا السويتش مسكر، صفت النقطه هاي هي نفس النقطه هاي، بس النقطه هاي بالنسبه لان قديش؟ بلس في دي سي. اذا خلال الفتره هاي شو رح يكون في ار ان؟ بلس في دي سي، هي واحد هي اثنين هي ثلاثه، وهي رح اسميها بلس في دي سي. بعدين لما يطفي ار ويشتغل ار بار، ايش بصير عندي هون؟ بتصير النقطة هاي هي نفسها النقطة هاي، مضبوط، اللي هي ماينس بي دي سي، راح تصير عندي هون واحد اثنين ثلاثة. طيب ناخذ الان في ار اس، في اس ان، في اس ان مين السويتشات اللي بتحكموا في الفولتج تبع الاس؟ هم ثلاثة وستة. لما ثلاثة تكون اون، شو بكون عندي الفولتج عند النقطة هاي؟ هو نفس الفولتج هذا، رح تكون بلس في دي سي ماينس في دي سي بنفس الطريقة. إذا بدي أطلع الآن على، لو بدي آخذ هون في
اس بالنسبة لإم وراح أعطيني في الأكسس تبعه يكون هون إذا راح يكون عندي اس إن هاي اس اس إذا شغال بالمنطقة هاي إذا هون راح يكون عندي بلس بي دي سي ماينس بي دي سي هاي راح تكون هذه ماينس في دي سي هاي بلس في دي سي هاي ماينس في دي سي. طيب الان السؤال كيف بدي احسب في ار اس؟ انا عندي في ار ان وعندي في اس ان نجمعهم؟ كيف ممكن احسب في ار اس؟ ما بنجمعهم نعمل؟ نطرحهم. لما انا بقول الفولتج قديش الفولتج بين النقطة A والنقطة B؟ شو بعمل؟ باخذ في A ماينس في B مش هيك؟ فإذا أنا بدي الفولتج ما بين R و S باخذ الفولتج في R M ماينس في S N. إذا شو بدي أعمل بهدول الاثنين؟ اطرحهم. حتى اطرحهم الآن راح أخذ الأكسس شوي. عند المنطقة هاي هلا عندي هذا بلس في دي سي ماينس ماينس في دي سي ايش راح يصير؟ 2 في دي سي. اذا عندي 1 2 اذا خلال الفترة هاي كلها راح يكون عندي بلس 2 في دي سي. عندي النقطة هاي بلس في دي سي ماينس بلس في دي سي زيرو. نطلع عند النقطة هاي ماينس عندي هون ماينس في دي سي ماينس في دي سي شو يصير؟ ماينس 2 في دي سي لحد وين؟ لحد النقطة هاي. بعدين هون عندي شو بصير؟ زيرو هاي الويف فورم بنسميها ستيب ويف فورم أو هي مش سكوير لأنه في عندي هون عندي هاي الفترة هون زيرو. إذا هذه هون بلس 2 بي دي سي ماينس 2 بي دي سي هون زيرو وهذه في ار اس. في ار اس تساوي في ار اس ماينس في اس ان. ايش ضل عندي هلا احسب؟ هلا حسبت الفي ار اس هاي كان المطلوب احد الاشياء المطلوبه. هاي بتعرفوا تطلعوا لها افريج بتقدر تطلعوها الار اس. لو بدي اطلع الار ام اس فولتج لهاي كيف ممكن اعمل؟ متذكرين؟ الار ام اس الروت مين سكوير. هلا هو هذا شو مشكلته؟ مشكلته في فتره معينه اوف بيكون فيها، في فتره معينه بيكون اون، في فتره معينه بيكون اون، في فتره بيكون اوف. قديش نسبه الاوف للاون؟ قديش هو اون؟ 120 درجه. 120. قديش اوف؟ 60. اون 120 اوف 60 بيكون جذر 2 على 3. بحسب الـ RMS يعني هذا الـ value اللي هون جذر 2 على 3 بيطلع معي الـ RMS value تبع الـ RMS. خلينا آخر شيء إذا نحسب الآن IR. كيف بدي أحسب IR؟ شو لازم أحسب؟ هذا resistive load. كيف ممكن أحسب IR؟ الـ current اللي بمر في R. مدام تمام VR إيش؟ VRC. لو قدرت أحسب VRC بقدر إيش أطلع؟ IR لأني بقسمه على قيمة R اللي موجودة هون. كيف ممكن أحسب VRC؟ إذا في أي لحظة من اللحظات عرفت الفولتج هون والفولتج هون والفولتج هون ممكن أحسب قديش الفولتج عبر هاي. بس اطلعوا هلا على السويتشات، السويتشات لما يكون 1 و5 مسكرين و6 مسكر شو راح يكون وضعية هدول هون؟ لما يكون 1 مسكر قديش الفولتج على هاي النقطة؟ طيب ولما يكون 5 مسكر ايش راح يكون الفولتج على النقطة هاي؟ 5 مسكر بس 5 وين موجود؟ فوق. اذا هاي راح تصير بلس في دي سي وهاي بلس في دي سي. لما يكون 6 مسكر شو راح يكون الفولتج ماينس ماينس في دي سي. فكانه عند النقطه هاي عند 60 درجه هذول راح يكون هذه وضعيه السويتشات هذول الثلاثه راح يكونوا بهذا الشكل. راح يكون عندي في سويتش مسكر من هون اللي هو 1، في سويتش ثاني مسكر من هون اللي هو 5، وهذول الاثنين راح يعطوني عند النقطه هاي بلس في دي سي. والسويتش الثالث مين هو؟ 6. 6 لما يسكر شو بعطيني؟ ماينس ماينس في دي سي.
هذه سمول ار سمول ار سمول ار وهذه بلس بي دي سي. هذا مسكر هذا مسكر. وين نقطة سي؟ طيب أنا إيش يكون الفولتج اللي بدي إياه؟ في ار سي اللي هو الفولتج بين هون وهون مظبوط؟ طب أنا عارف الفولتج الكلي بين هذول النقطتين. قديش الفولتج عند النقطة هاي؟ وهاي؟ ماينس. إذا كله الفرق قديش؟ لا انتبه هذا الغلط هون. في اي ماينس في بي شو بتساوي؟ في اي لفي بي شو بتساوي؟ في اي ماينس في بي بلس في بي سي ماينس ماينس في بي سي بلس في بي سي. يعني لما انا بقول لك في عندي مستوى قديش الفرق بين 500 متر فوق سطح الارض و200 متر تحت سطح الارض؟ 300 ولا 700؟ 700. لان شو عملت؟ نقصت 500 ناقص 200 لانه هذا ناقص اصلا وانا بدي اطرحه. صار عندي بلس في دي سي ماينس 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 في دي سي بصير عندي 2 في دي سي. اذا عندي 2 في دي سي بين هون وهون. طب هذه قديش؟ نص في دي سي. نص في دي سي لو انها ار وار. كلامك صحيح انت بيكون كلامك مضبوط يا مصالح. بيكون لو انه عندي هون ار وعندي هون ار او بكون زيرو عفوا مش نص نص الفرق بينهم. لو كان عندي هذه ار وهذه ار وهي بلس في دي سي وهي ماينس في دي سي قديش بكون الفولتج بين هون وهون؟ وان في دي سي. هذا صحيح لو انه هاي ار وار بس هذول مش ار وار. صار يعني ممكن قيمه الار تختلف. لا لا متساويين احنا مش جايين. هذا البريدج بالانس ارز الثلاثه كلهم متساويين. ممكن مقاومتين تحطوا مقاومه واحده يعني. تمام شو بيصير المقاومه واحده لما بنبنيهم مقاومه واحده شو بيصير قيمتهم؟ تو ار على اثنين ار على اثنين. لما يكون مقاومتين ان بارلل شو بيصيروا؟ ار في ار على ار زائد ار ار تربيع على اثنين ار شو بتساوي؟ طيب شو صار عندي اذا هذا؟ اذا هلا هذا بالنسبه للكل قديش قيمته؟ بي دي سي نص نص نص. لا مش النص. لا انتبه هذا ار وهذا نص ار. اذا قديش هذا نسبته للكل؟ ثلث ثلث. اذا الفولتج من النقطه ثلاثه هاي واحد على ثلاثه والفولتج من النقطه هاي للنقطه هاي هو اثنين على ثلاثه مضبوط؟ اذا الفولتج من هون هون بس ثلث ايش؟ بي دي سي ثلث بي دي سي. إذا صار عندي الفولتج الكلي من النقطة هاي للنقطة هاي هو 2 في دي سي على 3. هذا اللي هو ايش؟ في ار سي. إذا بالفترة هاي رح يكون عندي لو بدي أكتب الآن هون في ار سي. في ار سي على فكرة سهل لأنه لما بقسم في ار سي على ار رح يعطيني ار. إذا هون عندي لو أخذنا هذا اللون مستعمل الأحمر. خلال ال 60 درجة هدول هيهم رح نزل الخط من هون ال 60 درجة هدول كان عندي 1 و5 و6 ولما طلعنا 1 و5 و6 اعطاني الشكل هذا من هون اعطاني اذا النتيجة 2 في دي سي على 3. فراح احط عند النقطة هاي هذه هون 2 في دي سي على 3. طيب هون شو بصير 1 و2 و6؟ لاحظوا كيف انا حطيت الواحد فوق و2 و6 تحت. شو صار عندي هلا هون على او خلينا نرسم الرسمه بالعكس بتصير واحد من المقاومات بنزل تحت مش هيك؟ بس المقاومه مش اللي بتهمني هي ار مش هيك؟ شو صارت وين صارت ار هاي؟ لساها فوق مش هيك؟ لانه واحد مسكر ولما واحد يسكر شو بيعمل؟ بيدخل على النقطه هاي قديش؟ بي دي سي. اذا عندي هون بلس بي دي سي هاي ار اللي انا بدي اياها. طيب الاثنين الثانيين اللي هم 2 و6 وين 2 و6؟ هاي 2 وهي 6. إذا هون في مقاومتين مشبوكين بارلل مع ماينس بي دي سي. ماينس بي دي سي بلس بي دي سي. هاي منعكسين لسا. تنعكس. هذول المقاومتين شو بصيروا؟ هاف ار. 2 بي 2 ماينس 2 بي. انتبه. مين اللي صار أكبر الآن؟ المقاومة هاي؟ اللي فوق. للمقاومتين هذول. اللي فوق. اللي فوق. هاي بقدر أبدلها محلهم الاثنين هذول. ار على 2 مش هيك؟ اذا الفولتج رح يتوزع بنسبه قديش؟ 2 ل1 او 2 على 3 مظبوط؟ 2 على 3 من ايش؟ من 2 في دي سي. من 2 في دي سي. اذا بصير عندي 2 على 3 2 في دي سي ويساوي 4 3 في دي سي. اذا هون بترفع الفولتج 4 على 3 لما برجع على هون برجع عندي 1 و3 و2، 1 و3 و2
2 شو بتشبه؟ الواحد 5 و6 1 5 و6 ترجع تنزل رح ترجع تنزل طيب خلينا نراقب هلا شو بصير عند النقطة هاي 3 و2 و4 شو اللي صار هلا بتلاحظوا؟ الواحد اختفى مين اجى محل واحد؟ 3 اللي بيهمني لا اللي بيهمني بالنسبة لآر اه مظبوط 3 اجى فوق بس اللي بيهمني بالنسبة لآر شو صار؟ 4 4 هذا اللي هون إذا مقاومة الآر وين صارت مشبوكة الآن؟ مع مين؟ مع بس هاي مع مين مشبوكة الآن؟ مع ماينس بي إذا صار عندي هلا هون المقاومة صارت تحت مقاومة الآر اللي أنا بتهمني صارت تحت وين بارلل معها مين في؟ تنين وين تنين؟ وهي ماينس بي دي سي ومين اللي فوق الآن؟ بس بس شو بيختلف هذا؟ ايش بيأثر؟ مين الفولتج اللي بيطلع ماينس؟ هذا الفولتج أعلى من هاي النقطة ولا أخف أقل؟ أعلى هذا أعلى من هذا مش هيك؟ طيب وهذا الفولتج ايش علاقته بهذا الفولتج؟ أعلى إذا أنا لما بقيس ما بين النقطة هاي والنقطة هاي ايش رح يصير معي عفوا بين النقطة هاي والنقطة هاي؟ هاي النقطة رح تصير نيجاتيف بالنسبة للنقطة هاي مش هيك؟ فالفولتج بي آر سي ايش رح يصير إشارته؟ ماينس قديش قيمته؟ هدول المقاومتين شو رح ابدلهم؟ بايش بقدر ابدلهم؟ ار على 2 مش هيك؟ وهذه عندي ار اذا الفولتج كل الديفرنس قديش صار؟ قديش الفولتج بين هون وهون؟ في دي سي 2 في دي سي ما ما رح يطلع ماينس بس هون قديش هذا؟ هذا 2 ل 1 مش هيك؟ اذا هذا الثلث رح يكون ثلث ايش؟ 2 في دي سي اذا بصير عندي 1 على 3 2 في دي سي ويساوي 2 على 3 في دي سي بالماينس اذا هون ايش رح يعمل؟ رح ينزل بهذا الشكل هاي ماينس 2 على 3 في دي سي شو بتتوقع يصير الان هون؟ ماينس 4 على 3 في دي سي لانه اللي رح يصير الان 4 رح يصير لحاله تحت فرح تزيد قيمته فرح يصير شكله زي هيك رح نكمل بنفس الطريقه هذا رح يصير عندي في ار سي بس اقسمها على ار بتعطيني اي ار اذا هاي هي الكرنت وهي الفولتج اللي طلبناه هذا صار الفيز اللاين فولتج لانه بين ار واس وهذا اللاين كرنت لانه هو اللي مر في اي ار انها ستار كونكتد